عملت مؤسسة مفتاح من خلال مشروع مؤسسة موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي على تنفيذ سلسلة من الأنشطة اللي جاءت ضمن اتفاقية شراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك من خلال برنامج تمويل المساواة بين الجنسين المنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي. يعني أولاً وزارة شؤون المرأة هي وزارة لوضع السياسات والتوجهات، وكان من القضايا الأساسية لوزارة شؤون المرأة أنه تطلب من الحكومة تتوجه بمذكرة تفسيرية تطالب فيها الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي في موازنة السلطة، وأخذ قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص. يهدف برنامج التمويل من أجل المساواة بين الجنسين المنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة والممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى مؤسسة تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإدماج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات والموازنات الوطنية. هذا البرنامج هو برنامج دولي ينفذ في أكثر من بلد حول العالم، والإطار الزمني لهذا البرنامج يمتد من بداية 2012 إلى نهاية 2014. قام البرنامج بتنفيذ العديد من الأنشطة الهامة والتي تهدف إلى تحقيق النتائج المرجوة والتي تتمحور حول بناء قدرات الوزارات المعنية. الحقيقة احنا من فترة بدينا نفكر في عملية انه ادماج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع الموازنة العامة للدولة التي يتم اعدادها من خلال خلق هذه السياسات التي تهدف الى التركيز على هذا النوع من انواع النوع الاجتماعي. هلا اذا بده ينحكي عن فكر بشكل رئيسي عن فكر الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي مهمة في سياقين. السياق الأول إنه إحنا بالمؤسسات الحيوية الفلسطينية بنقدر نحكي عن برامج تنموية، عن رؤية تنموية كيف تنعكس ماليا ضمن سياسات تستجيب للقضايا النوع الاجتماعي بشكل رئيسي. من هذا المنطلق المشكلة والأزمة الرئيسية بالمؤسسة الفلسطينية إنها المؤسسة الفلسطينية موازناتها دائما مفصولة عن الخطط الاستراتيجية أو الخطط التنموية. هذا الفصل الحدي ما بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي بعزز من الفجوات القائمة بين الرجال والنساء وقدرة الاستفادة من القضايا المالية بشكل مختلف بفجوات عالية. فبلشت هذه المبادرة من خلال توسيع قاعدة الخبراء المحليين، بحيث استهدفت مفتاح مجموعة من الباحثين الاقتصاديين المتخصصين في مجال التنمية، المتخصصين في قضايا النوع الاجتماعي. فكان التنسيق بشكل مباشر من البدايات مع وزارة المالية، مع وزارة التخطيط، مع وزارة شؤون المرأة، بحكم الرابط اللي بيجمعهم للعمل على هاي القضايا. هدفنا للسياسة المالية كان بالنسبة لمفتاح هو شيء مهم جدا، لأنه السياسة المالية تعتبر أم السياسات، وبالتالي ما يتم تأثيره بهاي السياسة هو ينعكس بشكل تلقائي على السياسات الاستراتيجية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. حصلت على تدريب نظري وعملي من مؤسسة مفتاح منذ بداية العام 2005، من بدايات موضوع موازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. كان التدريب في بداياته نظري، ثم تشكل إلى تدريب نوعا ما عملي يخلق نوع من حلقة الربط ما بين النظريات والعمليات في تحقيق موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي. لكن لنضع في عين الاعتبار أنه كل هذا التمويل سيقف فيما بعد. أين نحن كنظام سياسي فلسطيني من قضايا المرأة؟ وبالتالي لهذا الموضوع وضعناه في عين الاعتبار، وأن يكون هناك موازنات حساسة للنوع الاجتماعي، وأشركنا في سواء وزارة المالية أو الوزارات المعنية كلها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، حتى يصبح واضح ويصبح حيز التنفيذ من خلال الموازنات التي ستقر.
ربطنا في بخاصة في الخطة 2014-2016 ربط كامل ما بين الموازنات وما بين التخطيط، بمعنى أنه الخطة أتت على أرض الواقع وبإمكانياتنا وبإمكانيات مقبولة وبدعم من الدول المانحة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، مما يؤكد عملية الربط ما بين التخطيط والموازنة. في جزئية دائما احنا بنحب نركز عليها في مؤسسة مفتاح، انه القضية المحورية دائما هي مضبوطة على العمل على الخطط الاستراتيجية، ولكن المراقبة والتدقيق على توزيع النفقات على بنود الموازنة او على القطاعات اللي بتحتويها الموازنة العامة، احنا بنحاول انه نكبر العدسة بما يتعلق بهاي النفقات، بحيث نضمن انه يكون الانفاق بشكل عادل ويضمن سواء مشاركة الفئات المهمشة كمشاركين كمتلقيين. كمان بنحس انه هاي تعتبر من الاداة اللي بتمكن النساء والشباب والفئات المهمشة للمشاركة كمان في رسم السياسات وفي تحديد قنوات الانفاق العام. اذا بتم الاخذ بعين الاعتبار هاي القضايا في سياق تنموي من خلال رسم سياسة مالية مرتبطة ببرنامج تنموي شمولي، بصير في نوع بحقق عدالة، مش مساواة، حتى لأنه احنا إذا بنحكي عن المساواة، المساواة لا تحقق عدالة، وإنما العدالة تحقق مساواة. إذا كان في سياسات مرتبطة، سياسات مالية مرتبطة بقضايا تنموية بتأخذ بعين الاعتبار قضايا وفجوات النوع الاجتماعي، هنا بنحكي عن عدالة فيما يتعلق بالسياسات المالية.